دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وبتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يكون الطقس مائل للبروده ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للحراره نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع وجود فرص سقوط امطار على عده مناطق. تفاصيل اكثر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، وخصوصا ان كمان بعض الصفحات السوشيال ميديا بتقول ان بكره هيكون في امطار شديده، ويعني عدم استقرار في الاحوال الجويه على القاهره وباقي المحافظات. بالفعل يمكن احنا على مدار الايام القليله الماضيه كان في استقرار تام في الاحوال الجويه على كافه مناطق الجمهوريه، وكانت اجواء خريفيه بامتياز. لكن الخرائط بتشير انه بدايه من اليوم تقريبا في بدايه منخفض جوي ما اثرش بشكل كبير اليوم، هو بوادره بس بتاثر النهارده على مناطق من اقصى السواحل الشماليه الغربيه لمصر عند مطروح، وبالتالي نقدر نقول ان اليوم في فرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه من محافظه مطروح وبعض المناطق المجاوره ليها، لكن كلها فرص امطار خفيفه. ولا يزال طقس اليوم هو طقس مائل للحراره خلال ساعات النهار على اغلب مناطق الجمهوريه، لكن خلال ساعات الليل بينخفض كما هو الحال في الايام الماضيه. لكن بدايه من بكره الجمعه ان شاء الله بيبدا المنخفض ده ياثر بشكل اكبر على الجزء الشمالي من الجمهوريه، علشان كده اعلنا في نشراتنا وتحذيراتنا انه بدايه من الجمعه في حالة جوية مضطربة وغير مستقرة بتأثر على الجزء الشمالي من الجمهورية، ودي تعتبر أول حالة في فصل الخريف مؤثرة بهذا الشكل نشهدها. طبعا فصل الخريف متعودين في حدوث بعض الحالات الجوية الغير مستقرة. الحالة اللي هتبدأ بكرة إن شاء الله أول عنصر فيها هو تساقط الأمطار. بنتوقع من الجمعة للأحد تساقط أمطار بتكون ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعضية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية زي محافظات مطروح والإسكندرية. هل هتمتد إلى القاهرة يا دكتور؟ حتى الآن فرص القاهرة بندرسها بشكل كبير، ولكن إن شاء الله قبل دخول الغد أو اليوم تحديدا هنبدأ نحدد فرص القاهرة بشكل كامل، لكن هناك بالفعل احتمال أن تصل الأمطار لكنها أقل شدة من السواحل الشمالية. الحالة اللي بتوقعها بداية من بكرة النصيب الأكبر من الأمطار من نصيب السواحل الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، زي ما قلنا الأمطار عليهم هتكون من متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على محافظات مطروح والإسكندرية وبعض المحافظات الأولى من الوجه البحري، بتمتد خفيفة إلى متوسطة إلى باقي محافظات ومدن الساحل الشمالي زي دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، وكلما اتجهنا بعيدا عن السواحل الشمالية بتقل بشكل تدريجي فرص الأمطار، لأن باقي محافظات الوجه البحري عليها أيضا فرص الأمطار وأيضا مدن القناة. ده أول عنصر في هو الأمطار. ثاني عنصر انخفاض في درجات الحرارة، هنبدأ من بكرة نلاحظ انخفاض في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية بمعدل بيصل أحيانا إلى 3 درجات، فلو اليوم تحديدا بنسجل على القاهرة في حدود 26 لـ27 درجة، هتبدأ نلاقي خلال الحالة دي درجات الحرارة انخفضت خلال ساعات النهار إلى 24 درجة مئوية، ودي تعتبر هي المرة الأولى خلال هذا العام أو هذا الموسم نسجل فيها درجات حرارة بهذا الشكل. طيب بالنسبة كمان، هل مع هذا المنخفض هيكون في رياح مثلا؟ لا، فرص الرياح طبعا الرياح مش هتكون نشطة بشكل كبير، هتكون رياح معتدلة بتنشط أحيانا كما هو الحال المعتاد خلال الفترة الحالية. هي الحالة دي فيها عنصرين مهمين هو تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية وانخفاض درجات الحرارة. طب ده هيأثر بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر؟ المعتاد حركة الملاحة البحرية بتتأثر بنشاط الرياح، ونشاط الرياح سواء على المناطق الداخلية من الجمهورية أو على البحر الأحمر أو المتوسط بتكون الرياح أغلبها معتدلة زي ما قلنا، فهي الحالة بوجه عام على البحرين هتكون معتدلة، قد تضطرب أحيانا نتيجة تساقط الأمطار أو نتيجة نشاط الرياح النسبي، فنقدر نقول إنه أقصى ارتفاع للموج ممكن يكون في حدود 2 إلى 2.5 متر.
من الوارد على بداية الأسبوع يحدث بعض نشاط الرياح على البحر المتوسط، وممكن ترتفع فيه الأمواج إلى 2.5 متر أو ربما أكثر قليلا، يعني مش اضطراب قوي في حركة الملاحة البحرية. حضرتك أخيرا بتقول إن هذا المنخفض تأثيره هيكون ممتد من بكرة إن شاء الله حتى يوم الأحد القادم، صحيح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي لإطمئنان على حالة الطقس. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا بقى نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 26 الصغرى 18، العاصمة الإدارية 27 17، الإسكندرية 26 19، العلمين الجديدة 26 19، مطروح 24 20، دمياط 26 21، بورسعيد 26-22، إسماعيلية 28-16، السويس 28-17، العريش 25-17، كاترين 24-8، طابة 25-16، حلايب 30-21، شلاتين 31-21، شرم الشيخ 32-24، الغردقة 32-21، الفيوم 27-16، بني سويف 27-16، الوادي الجديد 28-16، أسيوط 28-14، سوهاج 29-15، قنا 30-15، الأقصر 31-16، وأخيرا أسوان 32-17. يعني خلي بالنا الفترة اللي جاية من بدءا من غدا حتى يوم الحد القادم هيكون كمان في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكمان فرص لسقوط الأمطار خاصة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى القاهرة. عشان كده احنا بنتابع مع حضراتكم أكيد بشكل يومي حالة الطقس.